مساعيته وسعيكم مشكور. وللمنتخب المصري مبروك وننتظركم كفريق عربي في النهائي ان شاء الله. قدم المصريون لوحة تعبيرية جديدة تعبر عن هذا الجيل من اللاعبين الذين هم لبلدهم مخلصين وعلى مواصلة المشوار مصرين وعلى اللقب ناويين. وهكذا يؤكد المنتخب المصري انه دائما ما يحمل لواء الكرة العربية في المحافل الافريقية.